نهر اللجين يسيل من شفتيه ومناظم الفيروز رهن يديه. هذه العلوم تمنطقت برحالها وحجيجها سارت إلى ركنيه. ما زالها طالا كوابل مزنة نسقي فيا في القلب من جنبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة المتجددة والتي يقول فيها ابن القيم رحمه الله: فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. وفيها من الفوائد مما يطلب إصلاحه شرعا إصلاح الفكر، فهو مبدأ الأمور ومعقدها. الفكر آلة تعمل ولا بد، فقد تكون دواء نافعا يخلص صاحبه من كثير من الأمراض، وقد يكون داء مصدرا لأمراض الجوارح. فما اختلت الجوارح إلا عن طريق إملاء من الفكر وتزيين من الفكر وإغراء منه أيضا. من وسائل إصلاح الفكر أن تستعمله فيما يعنيك ويخصك ويهمك، فتتفكر في شأنك ومرادك وطريقك ومطلوبك، فتستفيد حينئذ أمرين: أحدهما إصلاح الفكر، والآخر الاستفادة منه. تأتي الشرور للإنسان من خلال تفكره فيما لا يعنيه التفكر به، فمن تفكر في جمال امرأة لا تعنيه جاءه شر تتبعها والنظر إليها والسعي في تحصيلها، ومن تفكر في مال غيره مما لا يعنيه جاءه شر سرقته، ومن تفكر في حال غيره مما لا يعنيه التفكر فيه جاءه شر الحسد، وهكذا. فأصبح التفكر فيما لا يعني باب كل شر ومصدره ومصدره. مفاسد التفكر فيما لا يعني الإنسان التفكر به كثيرة، وأخطرها أن يفوت الإنسان التفكر في حاله وما يعينه وما يهمه أمره بقدر انشغاله في التفكر فيما لا يعنيه، فهما أمران يأخذ أحدهما من نصيب الآخر: التفكر فيما يعني الإنسان ويهمه، أو التفكر فيما لا يعنيه ولا يهمه، ولا ثالث لهما. إذا تمكن الشيطان من الوصول للفكر فإنه يعبث فيه أيما عبث، وذلك لإدراك الشيطان لأهميته ولأنه يريحه في كثير من المتاعب. نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهر اللجين يسيل من شفتيه ومناظم الفيروز رهن يديه. هذه العلوم تمنطقت برحالها وحجيجها سارت إلى ركنيه. ما زالها طالا كوابل مزنة نسقي فيا في القلب من جنبيه.